خلينا نتكلم واحنا في البيت الكبير، نتكلم بكل امانه وبكل صراحه. طبعًا. يعني حضرتك ما كنتيش متواجده خلال السنه اللي فاتت في النادي ليه؟ ما كنتش متواجده باستمرار. متواجده بس مش باستمرار. يعني كان سؤال بيطرح نفسه فعلا. حقيقه هقول لحضرتك حاجه، انا يمكن اول سنتين كنت عضو في المكتب التنفيذي، وكنت الحقيقه كان بقياده معالي الوزير العمري فاروق، وهو كان يعني بنشتغل حوالي 4-5 أيام في الاسبوع مكاتب تنفيذيه، وكنت مبسوطه جدا بكمية الشغل، لأن احنا كطبيعتنا كلاعبة احنا ما بنحبش ان احنا نبقى موجودين في مكان غير لو اشتغلنا صح. بعد كده الحقيقة أنا عضو في مجلس النواب، وجالي فرصة أنا نفسي ما كنتش متوقعها، لكن فرصة ما أقدرش فخورة جدا التعيين. لا غير التعيين، أنا عينت قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، ولكن جات لي فرصة إن أنا حصلت على سكولرشيب إن أنا أحضر منحة، إن أنا أحضر سنة كاملة في أكاديمية ناصر العسكرية، فبالتالي حتى خدت تفرغ من مجلس النواب لمده سنه. فرصة ما تفوتش. فهو ده الوقت اللي انا خرجت من مكتب التنفيذي، لان المكتب التنفيذي عايز حد موجود يوميا في النادي الاهلي. مجلس الاداره بيحتاج عدد اقل من الظهور، خاصه ان احنا سياسه مجلس الاداره اللي كابتن الخطيب حاططها دايما ان احنا شغلنا شغل اداري وشغل تخطيطي، ولكن ليس شغل تنفيذي. يعني احنا دايما بنختار الجهاز التنفيذي والجهاز الفني والجهاز الإداري لكل لعبة، وبتديله صلاحياته وبتديله فرصته إن هو يثبت نفسه، وهو بيتجدد له كل سنة. المجلس الحالي يا دكتور اشتغل على كذا ملف في كذا اتجاه طبعا، ويمكن حتى عايز أقول ده إن إحنا النهاردة حريصين إن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يكون متواجدة. ليه؟ ويمكن كان برضو مشرفنا أستاذ طارق أنديل في القريب، يعني جميلي العزيز طبعا، لأن قاعدين جنب بعض دايما حريصين والله قاعدين جنب بعض، فدايما نقدر نتكلم او نتناقش في اي حاجه جوه المجلس اسهل. دايما حريصين ان احنا نوصل للجمهور والاعضاء الجمعيه العموميه فكر المجلس، علشان كده كان يمكن حتى اللافت للنظر زي ما كابتن هاني بيقول انه عدم تواجد باستمرار مع الملفات الكتيره دي كان ده. لا هو الحقيقه انا مبسوطه انكم سالتوا السؤال، لان لازم الامور توضح للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، علشان فعلا ما حدش يظلم. لا لا خالص، بالعكس يعني احنا الحمد لله عيله مع بعضينا زي ما احنا عيله هنا. لكن مش عيب ان لما يكون وقتك مش هيسمح بكل حاجه انك تعتذر عن حاجه معينه وانك تركز في حته معينه. انا الحمد لله دلوقتي السنه دي خلاص متفرغه تماما، ولا مجلس نواب ولا يعني خلاص احنا دلوقتي فاضيين، لسه ما نعرفش يعني الانتخابات هتحصل ونشوف ان شاء الله. أنا